يا نور، دي 5 سنة لينا مع بعض، و5 سنة بصور لك اهو السنو، ونزلت لك مخصوص انت كمان عشان انا وانا تعبانة من الارض. ده طبعا السلم خلاص كده اتدفن اهو. ربنا يخليكي يا دنيا، ما تحرمش منك يا غالية، وتعيشي وتصوري لي. وكل سنة فعلا بتصوري لي المشهد دوت، بس ايه، اول سنة السنة دي وانا معايا القناة، فانا حبيت اسيبه على القناة للذكرى. ان شاء الله تدوم المحبة ما بيننا ان شاء الله. طب اتكلمي وسمعينا صوتك، يلا. طبعا انت سامعه تخبيط الثلج على الجاكيت عندي. ده المطعم اللي قدام البيت عندي، وده سوبر ماركت صغير كده طبعا انتي عارفة بدون ما انا ما احكي. الراجل اللي جنبينا عمل سنومان، طبعا انا عارفة بس المشاهدين مش عارفين، فممكن حضرتك تشرحي. ما صدق، الجو فظيع. لا وخلي بالك ان انا عيانة يعني. ها طبعا مش هعرف انزل من على السلم، لاني لو نزلت طبعا يعني ما شاء الله انا طويله، فمش هبان في جوه التلج ده كله. اه بصي البيت اللي جنبينا، او نفس العماره بس المدخل التلج لحد الباب، قافل الباب اصلا. في واحد بينظف هناك اهو، بصي اهو اللي لابس اصفر ده، بصي غارس في التلج اساسا. هو فين الراجل لابس اصفر؟ وانا نظري هيجيب لغايه الراجل لابس، انت عارفاني لابسه نظاره، انا مش شايفه. لا بس كفايه عليكي كده، ده المدخل اللي عند البارك بتاع العربيات. طبعا مش عارفة اقول لكم، ممكن احط لكم رجلي. بصوا رجلي فين اصلا، عملت حفرة طويلة. العربيات مغطيها التلج، سبحان الله. Thank you.
يعني والله انا حفيظة ماشيه في تتهوريش الكوريدور بدل ما ده، تغرزي في التلج خليكي. ده الكوريدور بتاع العماير كلها. يعني التلج واصل لركبتي بالظبط او فوق ركبتي بشويه عشان ما بقاش زياده يعني. How are you? Good, good, thank you. Enjoy oh, you're doing the laundry? Oh my god. Doing the laundry? Enjoy the snow. You too, thank you. فهمت ايه دلوقتي انا بشوية الانجليزي دول يعني؟ دخل البيت عندي. كده